السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هكلمك على أهم موضوعات الباراجراف اللي هتجيلك في امتحان آخر السنة إن شاء الله. طيب المذكرة اللي قدامك دي هي موجود فيها موضوعات الباراجراف المهمة والمتوقعة واللي بنسبة كبيرة هتلاقيها في امتحان آخر السنة. طيب المذكرة دي بقى هسيبها لك زي ما اتعودنا في صندوق الوصف، هتنزل كده تحت الفيديو هتلاقي الرابط، الرابط ده هتضغط عليه هيحولك على ملف PDF، هتبدأ تلاقي المذكرة دي تحملها وتبدأ تذاكرها. طيب يا مستر، هو أنا أصلا المطلوب مني إيه في السؤال ده؟ بص يا سيدي، المطلوب منك إنك تكتب 80 كلمة، يعني ما يقارب من 10 ل 13 جملة. طب ال 13 جملة دول المفروض إن أنا أكتبهم من دماغي ولا أكون حافظ الباراجراف ده؟ الطريقتين صح والطريقتين هيجيبوا لك درجه، ولكن انت مش هتعرف تحفظ الباراجراف. خلينا صراحه، طب امال انت مديهولي ليه في مذكره؟ مديهولك يا سيدي علشان تاخد افكار. انت بتجيب افكار، يعني مثلا اول موضوع مهم جدا متوقع بنسبه كبيره لتاني اعدادي اونلاين شوبينج اللي هو التسوق عبر الانترنت. التسوق ده انا هكتب فيه في الامتحان ازاي وانا مش قريته قبل كده؟ انت بتقرا وبتعمل بوينت كده افكار وبتكون جمل بسيطه، ما تروحش للجمل المعقده. خلي بالك الغلطه في السؤال ده بتكون غلطه قواعد، يعني مثلا انت ما تكتبليش في ازمنه مختلفه وتغلط فيهم، لا وحد الزمن، يعني هتكتب مضارع بسيط يبقى خلاص الفعل في المصدر، ولو فعل مفرد بضيف له فعل اس. طب لو هتكتب في الماضي وده كويس جدا بتحط الفعل اخره بايدي، خلاص كده. يبقى انت تهتم شويه بالقواعد وانت بتكتب، ما تروحش للجمل المعقده. في حاجات مهمه بتدي لك الدرجه، وطبعا هتلاقي فيديو كامل في صندوق الوصف برده ازاي تكتب باراجراف من دماغك، ده موجود غير ده. الفيديو ده الخاص بتاني اعدادي واولى اعدادي برضو، اللي هو طريقه ازاي تبقى ذكي في كتابه الباراجراف، هسيبه لك في صندوق الوصف، انزل اسمعه وهحطه لك برضو على المنتدى. طيب اللي موجود قدامك ده دي هتيجي في الامتحان ان شاء الله، ولكن خد بقى افكار عشان لما تروح الامتحان تعرف تحل. حابب افكرك تاني بالحاجات اللي انا قايلها في الفيديو التاني، اللي هو ازاي تعرف تكتب الباراجراف من دماغك. لازم خطك يكون كويس جدا، لازم طبعا بتسيب المسافه الصغيره اللي قدام دي شايفها كده، المسافه دي بتسيبها اول ما تكتب الباراجراف. كمان عندك حاجة، أول حرف بيكون كابيتال في أي جملة، وطبعا بعد كده كمان بتحط لي نقطة في الآخر، خلي بالك من الحاجات دي مهمة جدا. يبقى تاني كده، أول حرف في أي جملة كابيتال، بعد ما أخلص الجملة بحط نقطة في الآخر، بحسن خطي وما بكتبش جمل معقدة. طب خلينا نشوف كده الأونلاين شوبينج، هنا بادئ معايا بيقول لي Some people think shopping online is great. بعض الناس بيعتقدوا إن التسوق عبر الإنترنت شيء عظيم. طب أنا مش حافظ كلمة great، اكتب أي صفة تانية، is good is nice. خلي بالك انت ما بتتحاسبش هنا على مدى قوة الجملة، لا انت بتتحاسب على مدى صحة الجملة، يعني ما تروحش تجيب جملة معقدة وتكتبها غلط، اكتب يا سيدي السهل ويكون صح. تمام كده يا رجالة؟ طيب الباراجراف موجود عندك هتقراه على مهلك، لان طبعا في مواضيع كتير وانا عايز اشرح لك كل عنوان. اول حاجة اللي هو اونلاين شوبينج، ابدا طبعا حمل المذكرة عندك وابدا خد افكارك من المذكرة. تاني حاجة مهمة جدا 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 وان شاء الله جاية في تانية اعدادي، اللي هو importance of inventions. وخليك ذكي، كلمة inventions يعني اختراعات، هنا بيتكلم عن أهمية الاختراعات. ممكن بقى يجيب لك في الامتحان الاختراعات الحديثة، هو ده برضو يجيب لك في الامتحان اتكلم على الانفنشنز الاختراعات، هو ده برضو. يبقى خليك ذكي، ما تروحش بقى تجيب العنوان typical وعايز تجيب حاجة شبهها، لا افهم بالفكرة. التاني ده بيتكلم عن الاختراعات، تبدأ تقول له ان الانفنشنز الاختراعات are important، هي مهمة because they make our life easier، بتخلي الحياة أسهل وأكثر راحة. وفي الآخر هنا خلي بالك حاطط لك نقطة، يبقى أنت تخلي بالك من الجزئية دي، أول حرف هو كابيتال وفي الآخر بيحط لك إيه؟ بيحط لك نقطة، أوعى تنسى اللي أنا بقول لك عليه. طيب ده تاني واحد، التالت والمهم جدا بالنسبة لتانية إعدادي، how to be safe online، إزاي إنك أنت تبقى آمن على الإنترنت. ده كان علينا قبل كده في الترم الأول، وبرضو انا جايبه لك احتمال كبير ان هو يجي ان شاء الله، لان طبعا يونت الوحده الاولى في الترم الثاني كلها بتتكلم عن التكنولوجي. طيب بعد كده بيقول لي تايبس اوف تكنولوجي، انواع التكنولوجي. حد بيقول لي يا مستر طيب هو الباراجراف ده هيجي لي بنفس العنوان؟ اه ممكن يجي لك بنفس العنوان. طب لو اختلف؟ هيقول لك اتكلم على التكنولوجي، هي ده برضو، اتكلم على الموبايل، هو ده برضو. يبقى خلي بالك اتكلم عن اي حاجه في التكنولوجي تكتب ده، تكنولوجي هاز تشينجد اور لايف، التكنولوجي احداث التغير في حياتنا، وتبدا تكمل زي ما انت شايف كده وتراعي اول حرف كابيتال وتحط نقطه بعد كل جمله وتكتب جمل بسيطه. الباراجراف اللي بعد كده اسمه يور فيفورت سناك ريسيبي او فود، خلي بالك ده ثلاث باراجرافات، ممكن اقول لك اتكلم عن السناك، سناك اللي هي وجبه خفيفه، الريسيبي اللي هي وصفه اكله، او الفود او الطعام. حد بقى بيقول لي مستر انا جالي حاجه عن طعامي المفضل، هو ده يا سيدي، عن الوجبه اللي انت بتحبها هو ده، عن الوجبه الخفيفه هو ده، عن الوصفه هو ده. طيب تعالى نشوف كده، اول حرف كابيتال وي، وبعد كده بيقول لي وي لايك تو ايت سناكس،
يقول احنا كلنا بنحب سناكس الوجبات الخفيفه. افرض انا قلت اي لايك صح برضو، بنحب اننا ناكل الوجبات الخفيفه. طيب بعد كده ولاحظ هنا وي فاعل جمع، عشان كده جاب لك لايك فاعل فين في المصدر، ده زي المضارع بسيط، اكتب السهل خلاص. بعد كده بيقول لي زي ار delicious and light. بتطلع اصلي في السؤال ده عشان انت بتكتب زي، وممكن تكتب هنا حاجه غلط زي was زي is غلط، كل ده بقى بينقصك. فاكتب الحاجه المضمونه، طالما كتبت فاعل جمع بتكتب فعل مساعد بتاعه جمع، يعني زي ار خلاص. يعني الوجبات دي delicious لذيذه. طب انا مش عارف اكتب كلمه delicious، اكتب nice اكتب good، سهله كده، انت ما تروحش للكلمه الصعبه وتدور عليها خلاص. طيب بعد كده عندنا باراجراف تاني طبعا ده مهم جدا، اللي هو الوجبه، الوحده الثامنه، الوجبه او الطعام او الوصفه. بعد كده بيقول لي فاست فود، طبعا الباراجراف اللي فات ده يا شباب بيتكلم هنا عن وجبه اللي هي الحواوشي، تقدر تغيرها وتكتب اي وجبه تانية عادي. الفاست فود اللي هو الطعام السريع. الطعام السريع طبعا ده حاجه ليها اضرار، ده متوقع جدا، بيجي في محافظات كتير طبعا، تاني اعدادي بتختلف الامتحانات، فان شاء الله المذكره دي تلم كل محافظات مصر، بس انت بس عايزك تركز كده وتقرا المذكره على مهلك قبل ما تمتحن. بيقول لي فاست فود از فود ذات از كويك اند ايزي تو باي اور كوك. لازمه المذكره ايه؟ خلاص انت خدت فكره، لما اجي اتكلم عن الطعام السريع اول حاجه اقول له ان الطياد ده الطعام اللي بيكون كويك سريع، اند ايزي سهل. اكتب كده ترجم بالعربي واكتب خلاص. بعد كده اللي بعده بيقول لي هيلثي فود او هيلثي دايت او اي طعام صحي او نظام صحي او هيلثي ستايل خلاص، او لايف ستايل النظام نمط حياه صحي خلاص. كل الحاجات دي تقدر تكتب فيها اي حاجه صحيه. if you want to be healthy، لو انت عاوز تبقى بصحه جيده، you should be careful، يجب انك تكون حريص about what you eat، تجاه الاشياء اللي انت ايه بتاكلها، وتبدا بقى تكمل بقى. يقول لك ان مش كل الانواع الطعام بتكون صحيه. طبعا مفيش وقت ان احنا نترجم الباراجراف كله لان مذكره فيها كتير وانا عايز اعرضها لك كلها. بعد كده بيقول هنا the importance of sports، sports are good for health، بتكلم عن الصحه برضه واهميه الرياضه بالنسبه للصحه. طب انا جالي في الامتحان اكتب 80 كلمه عن سبورتس الرياضه، ما تلخبطش انا بقى عادي، ايه المشكله؟ ما هو الباراجراف قدامي، خد افكارك. doing sports is important. طيب doing هنا فعل جاي مضاف له ing بمعنى اسم، يعني ان انا بقول ممارسه الرياضه بتكون شيء مهم جدا لكل شخص فينا. وابدا اكتب مميزات الرياضه، it helps us to do well in our study، خلي بالك هي بتساعدنا اننا طبعا نكون بصحه جيده. خلي بالك الباراجراف ده لو كتبته ان شاء الله تقفل الدرجه بتاعتك، بس انا مش منصحكش انك تحفظه، مش هتعرف تحفظه، ولكن تقدر تاخد افكارك كل سطر كده تفكر لو جالي عن الرياضه اكتب اهميه الرياضه، بتساعدني في المذاكره، بتخلي اجسامنا سترونج اقوى، بتخليني نشيط، وتبدا تاخد افكارك وتكتب جمل من تفكيرك انت. بعد كده عندي بيقول لي ارت ميوزيمز، ارت ميوزيمز اللي هي طبعا متاحف الفن. طب انا جالي في الامتحان الميوزيمز، الميوزيم المتحف، برضه تكتب ده عادي مفيش مشكله. اللي بعده A review of a museum، ده هو اللي فوق، ولكن ده بيقول لك هنا textile museum، طبعا ده متوقع جدا اللي هو متحف النسيج. تقدر تكتب عن متحف النسيج تحديدا، بتكتب الباراجراف ده. طب انا جالي عن الميوزيم بشكل عام وكتبت عن التكستايل ميوزيم، صح برضه مفيش اي مشكله. ولو جالك عن التكستايل ميوزيم وكتبت عن الميوزيم بشكل عام، صح برضه. خلي بالك احنا بنتعاطف جدا في السؤال ده لان احنا عارفين ان السؤال ده اصلا صعب عليك، فانت في الاختياري انت اصلا بتعاني وانت بتكتب سؤال التعبير في العربي، فلما تيجي تكتب سؤال باراجراف في الانجليزي المصحح بيراعي ان انت مش هتكتب بنسبه 100%، لكن بيديك الدرجه كامله. بس انت اهم شيء بقى اقوله لك، اوعى تسيب السؤال ده فاضي، يعني ما تجيش تقول لي مثلا انا كتبت سطرين وعايز اقفل، ازاي يا سيدي؟ اكتب لي صفحه كامله وانت تقفل، خلاص يا رجاله؟ طيب بعد كده بيقول لي عندنا طبعا فرقه موسيقيه اسمها النور والامل، تشامبر اوركسترا، فرقه النور والامل الموسيقيه. خلي بالك ده يعني مستبعد شويه ولكن ممكن يجي، عشان كده انا مدي لك فكرته، لان لو جه في الامتحان بيكون صعب شويه. بعد كده بيقول لي how to help the disabled، ازاي تقدر تساعد disabled اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، ده مهم جدا. ممكن يقول لي اتكلم عن خدمه المجتمع، عن ذوي الاحتياجات الخاصه، كل الحاجات دي اقدر اكتب فيها ده. عن عمل تطوعي voluntary work، اكتب برضو الكلام ده. disabled means someone who isn't able to use a part or parts of the body، هم بقى احكي الناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه دي بيكون عندها مشكله في تحريك احد اجزاء جسمها in the way other people can، زي ما الناس التانيين بيقدروا ان هم ايه يحركوهم، وابدا بقى اتكلم عنهم وعلى مساعدتهم. خلاص يا شباب. بعد كده بيقول لي close in ancient Egypt،
يعني الملابس في مصر القديمة. طبعا ده مهم جدا وعليك اصلا الدرس ده، فلازم هيجيلك منه في الامتحان، سواء انت من الغربية، الاسماعيلية، الشرقية، اجدع ناس طبعا، والسويس والاقصر طبعا، كل محافظات مصر على دماغنا، والمنصورة والجيزة والقاهرة والاسكندرية حبايبنا، هيجيلك حاجة من الحاجات دي. خلاص يا رجالة، المذكرة دي ان شاء الله بنسبة 100% الباراجراف مش هيطلع منها، وطبعا الناس اللي اخدتها في الترم الاول راحت لقيت نفس الباراجراف، وباذن الله يكون ايه، يكون متوقع يعني. بعد كده يور فيفورت كلوز، هو يعني ملابس في مصر القديمه او الهدوم اللي انت بتفضلها، الملابس اللي انت بتفضلها. خلاص، وبعد كده بيقول لي سبيشال اوكيجن، اللي هو طبعا سبيشال اوكيجن مناسبه خاصه ممكن يجي في الامتحان بشكل كبير، وهنا بيكلمك عن مناسبه شم النسيم. طب افرض بقى انت رحت لقيته بيقول لك اتكلم عن شم النسيم، خلاص يا سيدي ده كده بيسهل لك الدنيا. مناسبه خاصه سبيشال اوكيجن، عن مثلا هوليدي، اجازه، نزهه، خلاص كل الحاجات دي تقدر تكتب فيها عن يوم شم النسيم. وبعد كده بيقول لي something you bought from a clothes shop، ده مهم برضو، حاجة انت اشتريتها من محل ملابس. طبعا عليك انت الدرس كله بتاع الملابس، فده مهم برضو، انت رحت محل ملابس واشتريت هدوم، تقدر تكتب الباراجراف ده. وزي ما قلت لك تهتم ان اول حرف يكون كابيتال، بسيب مسافة صغيرة او في اول سطر، وبعد كده نكمل وبنحط نقطة في اخر السطر. description of a room in your house، وصف، دي طبعا الوحدة ال11، وصف غرفة في منزلك، تقدر توصف حاجه في البيت يعني، او وصف البيت، او تتكلم عن يور هاوس مثلا، تقدر تكتب الباراجراف ده. وبعد كده بيقول لي هيلبينج ذا انفايرمنت، اللي هو شباب، مساعده البيئه، موضوع مهم جدا برضو. واخر حاجه عندي بقى بيقول لي انفايرمنتال بروبلمز وي ار جوينج تو سولف، يعني مشاكل بيئيه احنا محتاجين ان احنا نحلها. وبعد كده بيقول لي ووتر بولوشن، تلوث الهواء، دي كلها حاجات متوقعه، ولكن طبعا اللي في الاول هو متوقع اكتر حاجه. واخر حاجه عندي يا شباب بيقول لي بلانز فور نيكست هوليداي اسكول تريب، بالنسبه لي خطه للاجازه، رحله مدرسيه، ودرونز اللي هي الطائرات اللي هي بدون طيار ممكن تيجي في الامتحان بنسبه مش كبيره، متوقعش ان هو يجيبه يعني، ولكن هو معاك برضه تاخد منه افكار. وفي النهايه the importance of learning English، اهميه تعلم اللغه الانجليزيه، لازم اسيبه لك، او تتكلم عن اللانجوج بشكل عام، عن اللغات، عن اللغه الانجليزيه تحديدا، عن اهميه التعليم، كل ده تقدر تتكلم عنه. يا رب المذكره دي تفيدكم، المذكره ما فيهاش باراجراف كتير، خلي بالك انت عندك في ثاني اعدادي مواضيع كتير جدا، ولكن انا توقعت اللي هيجي في الامتحان بنسبه كبيره ان شاء الله، وباذن الله يجي لك منه في الامتحان اخر السنه. المذكره زي ما قلت لك موجوده عندك، هي 7 ورقات، طبعا انت مش مطالب بحفظهم ولا حاجه، ولكن بتاخد افكارك من اهم موضوعات هتكون جايه ان شاء الله في امتحانك.